لو انت بتفكر النهارده تشتري عربيه جديده فمن مصر يعني، فانا اعتقد ان انت مش هتقدر حاليا مع الارتفاع الرهيب في اسعار العربيات. طب لو انت عايز تستورد عربيه من بره، فخليني اقول لك بسرعه جدا هتعمل ده ازاي. النهارده لو انت عايز تستورد عربيه من بره تحت الفئه المتوسطه او فئه متوسطه يعني اقل من 600 700 الف جنيه، العربيه دي على ما هتجي لك هتبقى غاليه جدا، فما تحاولش تفكر في الموضوع ده. او لو انت عارف ان هي هتيجي سعرها عالي لكن هبقى عارف كويس قوي ان في فرق ما بينها وما بين اللي موجوده هنا، فانت مستعد ان انت تدفع الفرق ده، فخلاص جو اهيد ومفيش اي مشكله. طيب سريعا، لو عايز تستورد عربيه ملاكي، العربيات دي كلها اللي احنا بنتكلم عليها دي عربيات ملاكي، عربيه بنزين لازم تبقى زيرو، عربيه هايبرد هجينه لازم تبقى زيرو، سواء كانت هجينه بنزين كهرباء او ديزل كهرباء برضه لازم تبقى زيرو. لو عايز تشتري تستورد العربيه كهرباء صرف كهرباء 100% برضه لازم تبقى زيرو، ولو عايز تجيب عربيه ديزل برضه سولار يعني برضه لازم تبقى زيرو. عايز حتى تجيب عربيه تستورد عربيه غاز برضه لازم تبقى زيرو. خلاص مفيش حاجه اسمها عربيات مستعمله تقدر تجيبها وتمشي بيها عادي. اللي بيقدر يستورد عربيات مستعمله بس هي عربيات ذوي الهمم، وطبعا طلع لنا قانون جديد لكل العربيات في الجمرك، يعني لكل العربيات اللي هي فوق ال 1600 سي سي، يعني من 1600 سي سي ل 2000 سي سي ليها تعريفه هيدفع لها ضريبه 14%، ومن 2000 سي سي فما فوق هيدفع لها ضريبه 30%. طبعا كده خلاص هي العربيه ما بقتش عربيات ذوي همم ولا حاجه، وعوضنا على الله. والموضوع بتاع ذوي الهمم ده دلوقتي اكيد هيقتصر بس على العربيات ال 1600 سي سي، اكتر من كده الموضوع هيبقى مش لطيف لانه هيبقى مكلف. خلاص طبعا يعني هو مش صح، طبعا القرار ده مش صح، لكن هما ده قرار من ضمن القرارات اللي هيخلينا او هيخلي الحكومه تروح تحجم شويه الناس اللي هي تشتري جوابات والكلام ده، رغم ان انا شايف ان الحل بتاع موضوع شراء الجوابات ده يعني في حل الطف من كده. انت تجيب كل ذوي الهمم اللي عايزين يبيعوا الجوابات او مش عايزين يبيعوا الجوابات، تقول لهم اللي عايز يبيع جوابات هدي له 30,000 ووقف الجواب بتاعه وخلاص وخلصنا من القصه دي، بدل ما تروح تفرض ضريبه زي اللي انت عملتها دي. ما علينا. طيب النهارده انت حضرتك عايز تستورد عربيه، ايه المطلوب منك؟ في رقم للواتساب هسيبه لك تحت. احنا بنستورد عربيات من اوروبا بس، حتى الان من اوروبا بس، انا بضمن لك ان العربيه بتيجي زي ما انت شفتها بالظبط، ويعني على قد ما بنقدر في اقرب وقت ممكن. طيب ايه الاشتراطات او الخطوات؟ حضرتك بتبعت على الواتساب العربيه اللي حضرتك عايزها، تبعتها لي وانا هسيب لك رقم الواتساب في اول كومنت وهسيبه لك في الديسكريبشن، وهو 010-649-313-64. بعد ما بتبعت الطلب بتاعك على الواتساب خلاص كده يبقى خلصنا المرحله الاولى. ببتدي بقى انا ارد عليك على الواتساب برضو واقول لك ايه هي العربيه بمواصفاتها بسعرها بكل حاجه. بعد كده بيبقى اول خطوه بعد ما بتختار العربيه اللي انت عايزها الدفعه المقدمه وهي 25%، بعديها باسبوع 10 ايام بتبقى الدفعه اللي بعديها وهي باقي ال 75% بالكامل. كل التعاملات هتبقى تعاملات بنكيه وفي عقد ما بيني وما بينك عشان يضمن حقوقك ويضمن حقوقي، والدنيا بتمشي على كده. بعد في خلال من 45 ل 60 يوم العربيه بتطلع، وبعد كده حضرتك بتيجي تستلمها من عندنا في الشركه، وكده بيبقى الموضوع خلص على خير. طيب الكلام ده بينطبق على العربيات ذوي الهمم وبينطبق برضه على العربيات اللي هي الزيرو لو انتوا عايزين تستوردوا. رجاء ما تبعتش تقول لي انا عايز اسعر عربيه تويوتا، مش يعني احنا بنستورد من اوروبا بس، ده رقم واحد. رقم اثنين، لو العربيه اللي حضرتك عايزها اقل من 700 الف جنيه، انا بقول لك هتيجي غاليه عن اللي انت يعني هتيجي تقول لي مثلا فيات تيبو، لا هتيجي غاليه. هتيجي تقول لي مثلا بيجو 208 هتيجي اغلى. هتيجي تقول لي بيجو 3008 هتيجي اغلى. هتيجي تقول لي الكودياك هتيجي اغلى. لكن هتيجي مثلا تكلمني في عربيات اودي، مرسيدس، بي ام دبليو، رانج روفر، معظم العربيات اللي هي فوق ال 700,000 او من 700,000 فما فوق دي هتاخد عربيه مختلفه خالص عن اللي موجوده هنا كواليتي وكماليات، وفي نفس الوقت هتاخد سعر اقل من اللي موجود هنا. خلاص ده باختصار شديد جدا. لو في اي استفسار حضرتك عايز
تسأله اكتبه في الكومنت وانا تحت امرك. لو انت عاوز تعرف سعر عربية معينة اصدارات سعرها كام من غير ما تتواصل معي على الواتساب، اكتب لي في كومنت اسم العربية او نوع العربية اللي انت عايزها ايه وانا هجيبها لك. بس يا ريت تبقى بتحدد انت عايز العربية دي زيرو ولا عايزها ذوي الهمم، يعني عايز العربية دي ملاكي عادية ولا عايزها لذوي الهمم، لان ذوي الهمم طبعا هيبقى سعرها مختلف خالص، وتقدر في ذوي الهمم ان انت تجيب عربية مستعملة. انا شريف ياسر ومكاني موجود في زهراء المعادي داخل محطة وطنية، الشركة اللي احنا بنستورد من خلالها، الشركة بتاعتنا يعني جوه محطة وطنية بتاعت القوات المسلحة اللي في شارع 50 في زهراء المعادي. مش عارف اقول لكم ايه تاني، بس اي استفسار حضرتك عايز تسأله عن الاستيراد اكتب في كومنت وانا تحت امرك. عايز تحاسب بالمصري ماشي، عايز تحاسب بالعملة ماشي، عايز عندك حد بره يشتري هو العربية بالعملة وانت تكمل معايا بقية الفلوس ماشي، انا كل اللي باخده هم العمولة بتاعة الشركة فقط لا غير. في عندي حل تاني لو انت مش عايز تدفع الفلوس كلها، ان انت بتدفع 40% من ثمن العربية وانا ببعت اجيب لحضرتك العربية، ولما تستلم العربية من عندي هنا بتدفع بقية الفلوس. بس طبعا دي قصة، والقصة التانية حاجة تانية، يعني لما انا بستورد لحساب الغير حضرتك بتعرف الترافيك او كل المصاريف اللي على العربية، لا في شيت كده بديهولك في كل المصاريف. لكن لو انا اللي بستورد انت بتدفع 40% وانا اللي بستورد العربية ببقية الفلوس انا اللي بدفعها، حضرتك ما بتعرفش غير القيمة النهائية بس للعربية، لان الفلوس اللي انا احطها دي هيبقى ليها انفست، يعني انا بانفست فانا اللي هحاسب، فدي ليها قصة تانية خالص. اسف لو كنت طولت عليكم. الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام شريف ياسر اون تراك، التيك توك شريف ياسر 7، ورقم الموبايل تاني اللي عليه الواتساب اللي حضرتك هتبعت عليه الطلبات 010-649-313-64. واشوفكم دايما على خير، كان معاكم شريف ياسر اون تراك. السلام عليكم.